وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المظلومين المضطهدين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز فوزا عظيما إن كان عندك عبرة تجريها أنزل بأرض الطاب كي نسقيها فعسى فعسى نبي بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها ولقد وقفت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقيا فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهلها ذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها بأبي التي هتك حماها فانثنى تشكو لواعجها إلى حاميها تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشا جمره من فيها هذه نساؤك من يكون إذا سرت بالأسر سائقها ومن حاجة
أراضيها يسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها حسرا وعز عليك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفيها بعد يا زينب، وسروا برأسك بالقنا وقلوبها تفو إليه، ووجدها يضنيها إن أخروه شجاه رؤية حالها، أو قدموه فحاله يسجيها. صاحت صد وبراس الولي من النوح، هلكت نسوته شبهم خضب سكنات، روعت من شوفته يا زجر ميل براس حسين، ذوبت الأطفال ما تخاف الله فجعتنا، ما بقى للحرم حال تلعب براس الولي فوق الرمح يمنا، شمال مقدر انضربوا علي تلعب الريح بشابته. بالأمس شوفت عزيز حسين تجلب للسرور، لركب مهرة وتسلح والوجه يصدع بنور، حالها لادة واخوته وظل على خيمنا يدور، من يطب عندي الخيمة شلون حلوة طبت. واليوم يا زينب قالت هسه فوق الرمح ويقودون خلف ناقتي، يدير لي بالعين من يسمع خليصي نحبتي. يا علي يا علي السفاق الرمح ويقودون خلف ناقتي، يدير لي بالعين من يسمع خليصي نحبتي، ويندهش قلبي وغصب بالمحمل أضرب جبهتي. لا تلوموني ترى من الحزن كبد مفتتة، والذي خلى القلب مني يذوب وينفطر، والدمع دم صبت عيوني مثل صب المطر، ضربة مهجام راس حزين خي بالحجار، مر عليه يسبحون وريشع من غرة. صاحت الراس الذي يزهر على الرمح الطويل، صاح بالشاب البهية وصاح بالوجه الجميل، كان راس حسين قربوا لي ببرد هالغلي، وبالحجر بنت الدواعي ويح قلبي صكت، شلت يمينك يا ميش وما اشفع البيت الشهيد، ما كفاك اللي جرى على الجسد من عسكر يزر،
الشماه بضعا جسمه على حر الصعد وانتي تصكين راسه بالحجر متشمته. لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. طيب هذا المجلس المبارك بالصلاة على محمد وآل محمد. اللي جايب الماء ينضر الليلة جنة ثلج. الله يعودكم إن شاء الله. حديثنا في هذه الليلة لدينا ثلاثة تساؤلات انطلاقا من هذه الآية المباركة. هل أن خلق الإنسان نزع أصيلة أم أنه اتجاه فكري؟ التساؤل الثاني هل أن المطلوب أخلاق الموت أم أخلاق الحياة؟ التساؤل الأخير في أخلاق المتدينين، ما المطلوب في أخلاق المتدينين؟ السؤال الأول هل أن الأخلاق نزعة أصيلة لدى الإنسان أم أنها اتجاه فكري؟ لدينا نظريتان، نظرية تقول بأن الخلق هو اتجاه فكري والنظرية الأخرى تقول بأن الخلق نزعة أصيلة. من قال بأن الخلق اتجاه فكري يتغير الخلق بتغير الحضارات الإنسانية، يعني مثلا في الحضارة اليونانية فلاسفة اليونان قالوا بأن الخلق يرتكز على سيطرة العقل على النفس، وهذه النفس لها ثلاث قوى. يمكن أشرنا في الليالي السابقة لأن بعض علماء المسلمين تأثروا حتى بهذه النظرية وهي موجودة. القوة الأولى يسموها الفلاسفة اليونانيون القوة الشهوانية، الغرائز الشهوات. قال الفلاسفة اليونانيون أن الإنسان إذا أفرط في الشهوة والنزوات صار عندما يعرف برذيلة الشرف، وإذا استخدمها بصورة قليلة جدا صارت عند رذيلة الخمول. قالوا إن المطلوب لا رذيلة الشره ولا رذيلة الخمول، ما بينهما وهو العفة. القوة الثانية القوة الانفعالية، يعني قوة الغضب. إذا أفرط الإنسان في هذه القوة صارت عند رذيلة التهور، وإذا قلما استخدم هذه القوة صارت عند رذيلة الجبن، صار جبان. قال الفلاسفة المطلوب في هذه القوة لا التهور ولا الجبن، المطلوب الحلم والشجاعة في الوسط يعني.
القوة الثالثة والأخيرة قالوا القوة العقلانية، قوة العقل. هذه القوة إذا سيطرت على القوتين الشهوانية والانفعالية فوصل الإنسان إلى قمة الفضيلة في الخلق. فقمة الفضيلة في أخلاق الحضارة اليونانية سيطرة العقل على قوى النفس. الحضارة الفارسية لا، قالوا أن قمة الفضيلة في الخلق الخضوع التام للزعيم، الخضوع التام للزعيم. هذا الحضارة الفارسية، ولذلك تتفرع منها الخضوع للأب، الخضوع لقبيلة، لرئيس القبيلة، زعيم القبيلة. ولذلك تشوف أن الدولة العباسية خصوصا استوردت هذه الحضارة أو هذه النظرية. مثلا ابن المقفع هذا لا كان لا أديب ولا فيلسوف، كان مترجم، يترجم من الفارسية إلى العربية حتى يخضع الناس إلى خليفة المسلمين. هكذا استخدموا هذه الحضارة الفارسية. الأخلاق الصوفية المتصوفة لا، اختلف الوضع نهائيا. كذلك المتصوفة يرون بأن قمة الفضيلة في الخلق الزهد في الحياة الدنيا، البعد عن الملذات، البعد عن الشهوات، الانقطاع لله تبارك وتعالى، حتى باللباس، بالممارسات، كل عندهم زهد حتى بشكل الإنسان، الزهد في الحياة الدنيا. ولذلك إذا تشوف رواد التصوف مثل الحسن البصري، إبراهيم ابن الأدهم، هؤلاء يعني تشوف عندهم زهد غير طبيعي في الدنيا، انقطاع لله والبعد عن المجتمع نهائيا، فرغوا أنفسهم، خلاص احنا متفرغين إلى العبادة، إلى الزهد، ما نبغي شكل، ما نبغي لباس، ما نبغي أبدا، كل هالأمور ما نبغيها. وهذا التيار ترى أصل نشوء سياسي، بعدما نشب الصراع وصارت الدماء تسفك على الأرض، هؤلاء اعتزلوا المجتمع وتصوفوا، صارت أدنى حي حركة الصوفية. هذا الاتجاه الثالث. الحضارة العربية لا، الحضارة العربية صارت عندهم قمة الفضيلة في الخلق الكرم والنجدة، الإنسان الكريم بلغ قمة الخلق عندهم، الإنسان اللي عنده نجدة الآن الكريم مثل حاتم الطائي، مضرب مثل عند العرب. النجدة الشجاعة يعني اللي ينجد قبيلته مثل عنترة العبسي، هذا بلغ قمة النجدة، مضرب مثل بالنجدة. فالعرب رأوا بأن الكرم والنجدة هي قمة الخلق، قمة الفضيلة. الحضارة الإسلامية لا، أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قمة الخلق اللي أشرنا إليها البارحة إذا تذكرون، قمة الخلق هي التقوى، الإيمان قولا وعملا. مو بس الإنسان يقول أنا مؤمن، لابد أن يترجم الإيمان على أرض الواقع كسلوك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإسلام يرى بأن قمة الخلق هي التقوى، الإيمان قولا وعملا. فهذه النظرية الأولى التي تقول بأن الخلق هي اتجاه فكري تتغير وتتطور بتطور الحضارات وتغير الحضارات. النظرية الثانية لا، قالت بأن الخلق نزعة أصيلة موجودة في فطرة الإنسان، في كل إنسان في هذا العالم. وهذه النظرية قائمة على حسن العدل وقبح الظلم. كل إنسان على وجه المعمورة يرى بأن العدل جميل وأن الظلم قبيح. كل إنسان ما عليك، كل إنسان على وجه المعمورة، هذا الله سبحانه وتعالى، وأشرنا في إحدى الليالي أن الله تبارك وتعالى جعل في فطرة الإنسان حب العدل، حب الخير، وكره الظلم، كره الأمور التي يكرهها الإنسان. أيضا أضف إلى ذلك أتباع هذه النظرية يقول أن بقية الصفات تتأثر بالعدل وبالظلم، يعني بحسن العدل وبقبح الظلم. شلون؟ قالوا الصدق عدل ولذلك هو جميل، الكذب ظلم
قبيح، لكن التفت إذا كان العدل ظلما، إذا كان الصدق ظلما صار قبيح، وإذا كان الكذب صدقا يعني شلون؟ خلينا نفتر عقولنا ويا الفلاسفة زربلونا بنظرياتهم. قالوا يعني تخيل أنت أكو مظلوم يطاردونا، يريدون مثلا يقتصون منه هو مظلوم واختبأ في مكان معين وأنت تعرف هذا المكان. قالوا إليك وين اختبأ هذا الإنسان؟ شفته أنت. إذا قلت أنه اختبأ في هالمكان أنت صادق، بس هذا ظلم. الصدق في هذه اللحظة صار قبيح لأنه ظلم، والكذب لأنه عدل فصار جميل. أعرف الفرقية؟ فأتباع هذه النظرية قالوا بأن الخلق نزعة أصيلة في كل إنسان. هذا السؤال الأول، هل أن الخلق اتجاه فكري أم نزعة أصيلة؟ نجي إلى السؤال الثاني، هل المطلوب أخلاق الموت أم أخلاق الحياة؟ أخلاق الموت مثل أخلاق المتصوفة، المتصوفة هذول اعتزلوا الدنيا، تقوم فكرتهم على الأخلاق بسحق النفس تماما، يعني ما يشبع أي نزوات أي شهوات إلى هذه النفس وينقطع عن المجتمع نهائيا. أما أصحاب الاتجاه الثاني قالوا لا، نريد أخلاق الحياة. شلون؟ خدمة المجتمع، أن الإنسان يقدم خدمات إلى المجتمع، وهذا هو الخلق العظيم، أخلاق الحياة. يعني أصحاب الاتجاه الأول يرون في النافلة فضيلة في أي وقت كان، فضيلة النافلة. أما أصحاب الاتجاه الثاني يقول لك لا، إذا كانت النافلة تتعارض مع إنقاذ فقير أقدم إنقاذ الفقير على النافلة، وإذا كانت النافلة تتعارض ويا نصيحة مؤمن نصيحة مهمة أقدم النصيحة على النافلة. فبذلك إحياء للمجتمع، إحياء للناس، على عكس أصحاب الاتجاه الأول. الإمام الحسن صلوات الله عليه يقول والله ما رأيت أعبد من أمي فاطمة صلوات الله عليه عبادة، وكانت إذا تدعو إلى الناس ولا تدعو لنفسها. فأسألها أمّا ليش تدعين إلى الآخرين وما أشوف تدعين إلى نفسك؟ قالت الجار قبل الدار، الآخرين أدعو إلهم. هذه أخلاق الحياة، يرى في حياة الآخرين في قوام المجتمع حياة لنفسه. وهذا الفرق بين أخلاق الموت اللي حاكر روحه بزاوية مثل المتصوفين، وأخلاق الحياة هي الاتجاه الثاني. انجي إلى التساؤل الثالث والأخير، في أخلاق المتدينين شنو المطلوب في أخلاق المتدينين؟ وانت شايف أكو فكرة يعني ربما اضمحلت الآن، لكن أكو فكرة موجودة عن المتدين بأنه عبوس، المتدين شخص غير جذاب، مع أن هذا يتنافى مع الإسلام ومع تعاليم الإسلام نهائيا. لا، المطلوب في المتدين حسب الروايات الواردة عن أهل البيت، حسب ما نقرأه في سير أهل البيت صلوات الله عليهم، أولا أن يكون يسمون عنده عنصر الجذب. شلون عنصر الجذب؟ إن الله تبارك وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يكون شكله جميل، شكله مرتب، يستخدم عطر جذاب. هكذا يقول الإسلام، ترى النبي صلى الله عليه وآله كان لا يخرج إلا بهذه الصورة. واحد من المتصوفين شاف الإمام الصادق عليه السلام بالحج، قال لي يا ابن رسول الله، كان جدك أمير المؤمنين لا يخرج إلا بثوب مرقع وانت لابس هالثوب الجميل. فالتفت إلى الإمام قال كان زمان جدي زمان فقر،
وعلى أئمة العامة أن يكونوا أسوة لفقراء العامة حتى لا يتبين على الفقير فقره، زمان فقر. أما إذا أقبلت الدنيا فإن أخيارها أولى بها من أشرارها. والله تبارك وتعالى يقول بالقرآن الكريم: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالمؤمن عنصر جذاب، المؤمن جميل، المؤمن يظهر أثر نعمة ربه على نفسه. اثنين، المؤمن يتفاعل مع جميع أفراد المجتمع. المؤمن ما ينعزل في زاوية مثل المتصوفين اللي عازلين روحهم في صنادق، عازلين روحهم في غار وفي جبل. لا، المؤمن يتفاعل مع أبناء المجتمع، يجلس مع الصغير، يجلس مع الكبير، وجهه بشوش. المؤمن إذا جلس أحبه الناس، وإذا تكلم استمع له الناس، يعرف متى يتكلم ويعرف متى يستمع. النبي صلى الله عليه وآله يقول: أفضلكم أفضلكم أخلاقا، الخلق الجميل. الإمام الصادق يقول: كونوا زينا لنا، كونوا دعاة لنا صامتين. شلون دعاة صامتين؟ يعني بالأخلاق الجميلة، حتى إذا رأى الناس الشيعة قالوا: هؤلاء أتباع من؟ فيقال: هؤلاء أتباع الإمام الصادق عليه السلام. فيكون الرد تلقائيا: لنعم ما أدب أصحابه جعفر. الخلق المتدين، ماكو عنده ألفاظ بذيئة، ماكو عنده ألفاظ بذيئة، تخير الألفاظ، يتكلم بخلق. إذا صمت ظهر عليه الخلق. هكذا هو المؤمن، هكذا هو المتدين. ولذلك المتدين يعرف بأخلاقه وبعمله، بعمله. إذا شفت عمل الإنسان أمامك تدرك أنه مؤمن أو غير مؤمن. ما عليك من كلامه، ربما يحفظ القرآن الكريم، ربما يحفظ إلا من السير والروايات، ما شاء الله، لكن إذا رأيت عمله على أرض الواقع تعرف هو مؤمن لو هذا مزيف. يعني أنت الآن لو تستعرض كربلاء على سبيل المثال، بعد واقعة كربلاء عمر بن سعد صلى بأصحابه كلهم صلاة الموت، صلى عليهم، صلى، يعني هذا لو يسمع صلك عليهم ودفنهم وغسلهم. لكن في الاتجاه المقابل قاموا بعمل حتى الكافر ما يقوم. أولا، أن تترك الجثث على البوغاء هذه ليست من أخلاق الحروب أبدا. اثنين، التمثيل بأجساد الموتى هذا بعد خلاص يخلصهم من الدين نهائيا. النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المثلى حتى بالكلب العقور. الكافر، النبي صلى الله عليه وآله إذا رأى البعض المسلمين، أكو بعض الروايات النبي قال لهم: لا لا تلمسون الأجساد، خلاص قتل، انتهى الموضوع. الأمر الثالث، إذا كانت نساء ما يروعونهم، كانت أطفال ما يروعونهم. والأعظم من ذلك أن ترد الأجساد على البوغاء. بعد ايش بقى عند هؤلاء من دين؟ عندهم مدى أبدا. وترك الجسد على البوغاء إلى يوم غد، جسد الإمام الحسين مع أجساد الأحبة على بوغائك. يعني احنا سمعنا حتى أبو ذر على سبيل المثال، أبو ذر اللي نفوه إلى الشام، قالوا إليهم: إذا تبغون الشام أفضل لكم، بعدوا أبو ذر عنه، ودوه إلى جبل عامل، حول جبل عامل قلبة رأسا على عقب، ورشوا بالتشيع ببركة أبي ذر. جابوا: أي الأماكن إليك أحب وأي الأماكن إليك أبغض؟ قال: أحب المدينة وأكره الربدة. صادق، أصدق ذي لهجة من أبي ذر ماكو. الربدة يهود جفات قساة. ودوا إلهم أبو ذر وأعطوهم التعليمات: لا تطعموه الطعام ولا تسقوه من الماء أبدا. تقول الرواية: أبو ذر مع عائلته كانوا يأكلون من حشائش البر،
مرضت الزوجة وماتت، مرض الولد ومات، أبو ذر بعد تمرض ولم تبقى معه إلا ذرة هذه بنته. وجون مولاي كان على فراش المنية يقول: بني أنا راحل عن الدنيا، إذا أنا مت غمضي عيني، اسدلي علي ردائي وقفي على قارعة الطريق، بالصباح يجيكم ركب نادى عليهم: يا معاشر المسلمين، هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى نحبه، أعينوني على جهازه. قضى نحبه أبو ذر، غمضت عيونه وأسدلت عليه الرداء، لما طلعت الشمس وقفت على قارعة الطريق ودمعتها على إذا بركب من بعيد. رواية تقول إبراهيم ابن مالك الأشتر، رواية تقول لا مالك الأشتر هو. صاحت بهم: يا معاشر المسلمين، هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد قضى نحب، أعينوني على تجهيزه. نزل إليه مالك الأشتر: بني أبو ذر. قالت: أبو ذر الغفاري صاحب النبي قضى نحبه. قال: والله إنها الفضيلة التي أخبرني بها حبيبي رسول الله. وين أبوك يا بني؟ قالت: بالخيمة. نزلوا ويا الفرسان وإذا بأبي ذر مسجى على فراشه. قال: الحين الجهل. قول الرواية: راحوا الأصحاب، كل واحد أجاب كفن من راحلته، وضعوا على جسدي قرابة 20 كفن، كل واحد يقول كفن أبو ذر علي، إلى أن جهزوه وكفنوه ودفنوه وأخذوا بنت إلى راعي الأيتام، القلب الحنون أمير المؤمنين، ورباها صارت عالمة هذه البنت، بعد اللي تربى في بيت أمير المؤمنين، هذه ذرة خادمة، وأبو ذر خادم إلى أهل البيت. شنو أبو ذر إلى الإمام الحسين؟ وشنو ذر إلى زينب؟ زينب تصيح: ما فيكم مؤمن؟ أما فيكم مسلم؟ وإذا بالخيول تركب وتصعد على صدر أبي عبد الله الحسين، وظل على بوغاء كربلا 3 أيام بليالي، إلى يوم غد بني أسد يجون حسب الاتفاق كما تقول الرواية بينهم وبين الإمام الحسين. أقبلوا إلى كربلا وإذا يشوفون جثث على البوغاء، لكن كلها بلا رؤوس. النسوان راحوا يسقون، أقبلوا مسرعات إلى أزواجهن: قوموا ترى أكو أجساد على البوغاء وكلها بلا رؤوس. أقبل الرجال وإذا بالأجساد عارية على البوغاء. هذا مقطوع الرأس، وهذا بلا يدين، وهذا مطحون الجسد. وقفوا متحيرين. تقول الرواية: وإذا بفارس قد نبع بينهم كينبوع ماء. ما تفعلون يا بني أسد؟ قالوا: إلى يا أخ العرب جئنا نتفرج على الأجساد، متعجبين منه. قال: أصدقوني القول، فأنا إمامكم زين العابدين ابن الحسين. أنت زين العابدين؟ بلى أنا زين العابدين. وهذه الجثث لأبي الحسين مع أصحابه، هذه جثة أبوي الحسين ابن رسول الله، وهؤلاء أولاده أنصاره، أتعينوني على تجهيزه؟ قالوا: إلى نعينك يا ابن رسول الله. فدفنت الأجساد كلها إلا جسدين، تقول الرواية الإمام هو الذي أنزلهما في قبرهما. جسد أبو فاضل لما أراد نزل الإمام، قالوا: إلى بني أسد أنعينك؟ قال: إن معي من يعينني على تجهيزه ودفنه. ونزل. والجسد الآخر هو جسد الإمام الحسين، وهذا اللي حير الإمام السجاد. كل الأجساد رفعها عن الأرض إلا جسد الحسين، عندما رفع الجسد تهاوت الأشلاء على بوغاء كربلاء.
موزع بالسيوف، مقطع بالرماح، حوافر الخيل، ما أبقت بجسد الحسين عضوا سالم. جلس الإمام متحير ودموع جاري أبويا، يقل لا غسل تحصل يا ابويا ولا لا كفن تحصل يا ابويا ولا حنوط ولا غسل ولا عضو منك بالاخر نور عيني متصل ذاب قلبي باريا بالله ضرولي بالعجال نجمع اوصاله ونركبها ونلفه ونقبره. شلون ابيات مؤلمه هذه، رحمك الله يا ابو يوسف على هذا التصور. يقول ركب ضلوع الصدر والدمع من عينه درو، حط على اكتاف الزنود وعلى الضرعان الشفوف، ويح قلبي بس فقد خنصر ابو سكن العطوف، ظل يحوم ويجذب الونا ويدور خنصره. لم جميع وصال ابوه اللي انكسر واللي انهشى، حتى قطعه قلبه اللي استخرجوها بالسهام، ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام، لفه مدد بقبره وظل شم بمنحره. يقولون بني اسد لما نزل الامام تاخر، خفنا عليه، منزل ابوه في باريه يعني قطعه حصيره يا جماعه. يقولون جئنا الى قبر الحسين واذا بالامام متمدد الى جانبه. سيدنا يا زين العابدين ايش فيك؟ قال متحير، عادة الحبيب اذا يودع حبيبه يقبله على وجناته، يقبله على جبينه، انا ما ادري وين اقبل ابوي الحسين. حيرتني بايش اجمع وصالك يا مبرور، هذه الجفوف مقطعة والصدر مكسور، وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برو، هذا الجسد والراس يتشهر بالامصار، جابوا لك قطعة باريا وجمعوا صالة ولفى عسى عيون العمى ودنق وشال، حتى وسط قبره وتخصر وانحنال، شمى بنحره وبالضماير تستعرنا. يا ويلي يا ويلي، دفن الأجساد وكتب عليهم هذا قبر الحسين وهذا قبر الأكبر، هذا قبر حبيب، هذا قبر العباس. بني أسد إذا أحد جاء إلى الزيارة دلوه على القبور. ورجع إلى عمتي زينب محني الظهر، محني الظهر أشعث أغبار دمعت على خده. زينب استقبلت على الباب، باب الخربة، نور عيني سجاد، أين كنت يا بقية الباقي؟ روعت قلوبنا، ما عدنا إلا أنت يا زين العابدين. قال عم ألا تريني أشعاث أغبار، التراب سافي على كريمتي وعلى رأسي. بلى يا زين العابدين، وين أكون؟ قال عم الآن فرخت من دفن والدي الحسين، بس سمعت زينب ان الحسين مدفون يوم ثالث جلست على الارض، اخذت التراب على رأسها واخا، يعني ما حد دفن اخوي ثلاثة ايام. لا يا عم يا زينب، شو تقول إلي؟ تقول اريد ان اشتك ماي شربت يا دفان، بخيت قلبه لا دفنت حسين عطشان، بالله يا دفان الولي ردان علي.
عطشان خيل شرب قطرة مية حين الدفنت جان بخيت البنية بل شترد روحا تراه ما تعطشان اي والله بل شترد روحا تراه ما تعطشان. يلا كل النساء حطنا بالامام زين العابدين. هذه تسأل عن ولدها وهذه تسأل عن زوجها وهذه تسأل عن ابوها. يلا خلينا نودع هذا الموسم بوداع الإمام الحسين بوداع العائلة إلى الأجسام. يم جهز أخويا أحسن خبرني عن أحوال يم جهز أخويا أحسن خبرني عن ياهو الفصل أجفانا وياهو الجمع وصالة ياهو فانا وياهو الجمع يا الوارث ابو السجاد بيش عرفت نشانه اجساد بلا يا روس فوق الترب عريان اخويا مبدده دفنته بالمكان الطاح لو شلته عن مكانه وشلت الزان عن صدره وسهم المزق دلاله وشلت الزان عن وسهم المزق وشلت الزان عن صدره وسهم يا الوارد اخويا احسن كل شلون وارد وقل لي خنصر المقطوع بالله بش لفت اخويا مبدد وصاله مع الروبش لفت ولفت الجفوف اللي قطعها الرجس جماله ولفت الجفوف اللي قطعها يا علي يا علي مأجور الله يعودك ان شاء الله. يقل لي لها اسمع التفصيل يا عزيزة علي وهيدي جمعت وصال ابويا حسين يا عم انا بايدي نزعت الجامعة والقيد عن رجلي وعن جيدي ورحت الكربلاء عاني دفن حسين ورجاله ورحت الكربلاء عاني دفن حسين ورحت الكربلاء عاني لدفن حسين. يا علي يا علي يا عم وابو يا حسين شفت على الترب عاري اوصالا مبددة كلها عليها سافي الداري الخيل محط ما صدره وصدره خزانة الباري جمعت باري وصارت لها جفانة وشيالة جمعت باري وصارت لها جفانة ولي يا عم وعلي الأكبر جنب حسين يا عم قبره وكله وكل اولاد ابو طالب يا وسفه فرد حفره
وكلها مقطعات الروس آيا ساعة القشرة تقل لو عمك العباس قل لي يا هو الشال ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك يا الله إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا فرجا عاجلا يا الله اشف كل مريض فك قيدا كل أسير يا الله يا الله أعدنا على هذه الليالي في خير وفي عافية لا فاقدين ولا مفقودين يا الله يا الله يا الله نسأل الجميع براءة الذمة إن شاء الله الله يعودكم على هذه الليالي في حال أحسن من هذا الحال إلى موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أجمعين لا سيما العلماء والأعلام الشهداء والأبرار موت المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.